اللهم صل على النبي، ايوه اللهم صل على زي ما النبي. انا قلت. شرب ولا حاجة؟ لا يا حبيبي، إلا بلومة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في قناتكم مناعات رحالة. فيديو جديد وتجربة جديدة. النهاردة أنا يا جماعة في رشيد، قاعد على مصرف. المصرف ده المفروض إن هو ميته مية مالحة، بيدخل عليه صرف أراضي. هو المصرف ده صرف أراضي، يعني هو معمول وماشي في وسط جناين، جناين فاكهة. الجناين دي بتتراوي من مياه حلوة، والمياه الحلوة بتنزل في الصرف ده، ولكن المصرف ده أساسه ميته مالحة، لأن الأرض بتاعته اللي هو ماشي فيها مياه مالحة. لأول مرة كده إن شاء الله هنجرب نفتح دور غلة في مصرف مياه مالحة. المياه دي يا جماعة هنوريها لكم كده بعد إذنكم. بص إخواتي، المياه ديت في حياتها ما تفتح فيها دور غلة. إخواتنا الشايدة ما بيهتموش طبعا بالسمك البلطي، هما بيهتموا بالحنشة. يعني لما حد فيهم بينزل على مصرف زي ده بيبقى قاصد ان هو يصطاد ايه، يصطاد حنش. انا جربت ان شاء الله ان انا نفتح دور غله. انا فتحت الدور وعلفته شغال عليه يعني، بس هو لسه مغمس معايا. فانا المفروض طبعا عشان ما نضيعش الوقت بتاعي لازم يبقى معايا حنشين طعم، لان انا اول مره نطلع ولسه الميه هنضريها على الغله، لان هي ما كلتش غله قبل كده. هنجرب كده بحنشين طعم بحيث ان انا ايه نكشف السمكه بتاعت الميه، نشوف عليها بولتي، عليها قراميط، عليها حنشه، عليها بياض، اي غمزه كده بالطعم المفروض ان هو ينكشها لي، لان الميه دي زي ما قلنا مالحه، فممكن يكون اصلا طعمها عجينه، يكون طعمها برغوت، يعني لسه مش عارفين. هي الميه فيرجن بكر خالص، محدش بيصطاد عليها ببوصه، لسه نعتبر احنا اول ناس. فالله كريم، هنجرب وهنتابعكم معايا. في حاجه بقى كده ايه، نقلب الكاميرا. بص يا جماعة، عشان احنا عندنا حصلت مشكلة كبيرة بسبب دور الغلة، فأنا هنحكيها وهنقول رأيي بكل صراحة، لأن المشكلة دي اتأذى فيها ناس ياما، يعني أكتر من حد. يعني كانوا مجموعتين صيادين نزلوا على دور غلة أو على أدوار غلة، الأدوار دي بتاعت ناس. فصحاب الأدوار لما جم ينزلوا، الناس اللي قاعدة فيها ما رضتش تقوم لهم من الدور. يعني الكلام اللي بيقولوه، بيقولوا إيه ده المياه ملك الجميع، مش ملك الجميع. ففي واحد رد كده باسلوب كويس، يعني انا عجبتني الكلمه بتاعته، قال له لما هي المياه ملك الجميع، انت ليه جاي في المكان اللي انت عارف ان حد من الجميع منظفه وعارف ان هو عالفه وقاعد فيه؟ لما هي المياه ملك الجميع، اشمعنى المكان ده بالذات؟ ما عندك اي مكان تاني تقعد فيه. فانا رايي يا جماعه، انا رايي واللي انتم شايفينه برضو يعني ايه، هنشارك كلنا الراي في الموضوع ده. انا رايي ان لما يبقى في دور غله واحد عامله، باين ان في حد صنع المكان ده وباين ان في حد عالفه، فهو بيبقى ليه الحق ان هو يقوم لصاحب المكان. لما صاحب المكان ده يكون مستعبط فيه او فاتح دوريه، وانا مثلا من المكان وعايز نقعد فيه باستمرار، من حق ان انا نقول له مثلا ايه، كفايه عليك دور واحد. تمام يا اخوانا؟ فعايزكم اللي وصل له الكلمتين دول يا ريت يشاركنا بالراي، وانتظرونا بقى لو في اي حاجه هنصوروها. احنا لسه جايين نجرب وربنا كريم ان شاء الله. دود ارض، دود ارض. هاي قرموط زي ما انا قلت. ها قرموط والله العظيم، والله زي ما انا قلت. داخل على طعم دود الارض، على الفله، على الفله. ايوه ولا حاجة؟ لا يا حبيبي، إلا بلومة. لم على هاي ماشي الحال، الله يسترك. محمد
حضرتك. بالرحمة الشرع. الله اكبر الله اكبر الله اكبر، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، ما شاء الله لا قوه الا بالله. بسم الله ما شاء الله يا جماعه. ماشي ايوه يا ابو زيز، صباح الفل. أيوة يا ابو يحيى، الله اكبر يا جماعه، لسه استفتحنا هي ترموت اهي. الله اكبر يا رب يا كريم. تعالى بص يا ابو زيز، ماشي ايه صورنا ايه التمال امك لسه اول استفتاحك ده. اي لا مش بص يا جماعه على البركه القرموطه اهوت، عشان انا شفته في الكاميرا صغير، فقلت نوريه لكم. يعني هو شكله مبطرخ، شكلها انتايه ومبطرخه اهيت. طبعا انا ما ناكلش القراميط، يعلم بقى هو ايه رزق مين.